كل الأقليات عانت، والأقليات كثيرة قديمة، إن كانوا آشوريين أو كلدان أو إزيديين أو كاكائيين أو شبك إلى آخره. هل المكونات اللي خلينا نقول سريعة العطب داخل الاضطراب الكبير اللي صار بالمنطقة، أتصور راح تصير ذكريات وننسى هذا الماضي وننظر كلنا للمستقبل، وعندنا أمل أن الأجيال الشابة الصاعدة ما تتبنى المشاكل مع الآباء وأجدادها. عندي أمل أن العراق ومنطقة كركوك تستعيد العافية، والناس خاصة اللي هاجروا يشوفون أسباب للعودة ويسترجعون أملاكهم وبيوتهم وأشغالهم. والعراق دائما كان غني لكنه الاضطرابات جعلته فقير، لكن أتصور السلام والأمان والتآخي اللي تميزت بها كركوك تعم على كل العراق.